هذه السحابة سبحان الله لا إله إلا الله، حصلتها في المزارع في بدع فارس، يعني ما بيني وبينها إلا 5 أمتار، الحين ترد على السيارة. هذه قدر إلهية سبحان الله، نزلت الأرض الحين، فأنا مستعجب صراحة. ممكن حد يصدق أو ما حد يصدق إنها سحابة، الحين طاحت في الأرض ونشبت في الشبك. لا كيف هذا؟ تقسمت الى اجزاء، الحين جزء طاح منها ودخل داخل المزارع. سحابه غريبه فاشتلت. فانا اليوم صراحه مستغرب المنطقه هذه، اشياء غرايب فيها اشوفها، الحين طلعت فوق. هل تصدق يا اخي؟ هلا الله، مفطط شكل الإنسان. روح وقف عندي الحين، ابغى اصور هذا. الحين ما انزل بتصور انا في الجهه. شوف تعال جو التلفون هذا، شوف جود هذا، شوف جود جود. ايوه شوف انا شكرا يا رفيق، شكرا. عجائب الدنيا، هاتاك في السماء، يا ريت انها تتواضح.